تخافش. في ايه؟ مالك يا دحنوح؟ خدوا مني كل فلوس يا اسطى حسن، تحوشت العمر والنقود. هما مين دول؟ عواد والمشاديد. انت من امتى بتدفع عتوبات؟ مش هما بياخدوا من اصحاب الدكاكين بس؟ شافني ماسك حتتين قماش كنت بسترزق بيهم. انا عايز اخد حق يا اسطى حسن. طب اهدى اهدى. بقول لك يا عم مصعب، عيني عايزك على مهلك كده تخطف رجلك للعيان تجيبه عشان نطمن على الواد. حالا مسافة السكة. رياض مالك فيه؟ ما بدهاش بقى، المتلتم لازم يرجع الليلة يجيب حق الناس. دول خدوا من الناس الطقطقين وما خدوش من العيان أي حاجة يا أسطى حسن. هرجع لك حقك بس مش الليلة، اصبر شوية. أمال أنت لما يوزعوا الفلوس عليهم؟ لا يا أسطى حسن، مش ده اللي أنت اتلتمت عشانه، ولا ده اللي خلانا أقف في ظهرك يوم بيوم. إحنا قارين فتحة إننا نرجع حق الناس. وإحنا ما قصرناش. أنت فكرك بيعملوا كده ليه؟ عشان المتلتم يظهر من تاني. فكرك نسيوه؟ فكرك نسيوا موضوع بشر؟ ما هي لحد دلوقتي متلفقالنا يا حنوه. يا ابني اهدى اهدى وان شاء الله هرجع حقك وحق الناس. بس ده ما كانش كلامك من الاول يا اسطى حسن، ولو انت خايف على نفسك حنوه ما بيخافش. حنوه انا ما بخافش، وانت تسمع الكلام وانت ساكت. انا عارف كويس انا بعمل ايه، قلت لك هرجع لك حقك. شكلها كده ما فيش حد بيخاف على حد في الزمان ده. بالإذن. ولا حنوه خد يلا حنوه. يا شيخ مبروك. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. معلش بس عايزينك تيجي معانا، في واحد عايز يقابلك. واحد مين؟ ما قلتليش عايز السكاكين دي ليه؟ اصل عقبال عندك ناويين نذبح الليله. تذبح من غيري؟ ده حتى ما يصحش. لا ما انت معزوم يا سيدي المعلمين، اصل الفتوى اللي هيذبح بايده. انت بتتكلم بالالغاز كده ليه؟ ما تقول على طول في ايه؟ اقول لك، مش انت كان في واحد مضايقك وقلت لك هيجي تحت رجلينا او سمن وان اوان ذبحه؟ المتلتم الليله ليلته. كم حساب الحاجه دي يا معلم؟ عيب يا راجل، الهديه مني بس. قول لابو دعوه يسمي قبل ما يذبح. يدوم يا سيدي المعلمين.